يصادف اليوم 28 من نوفمبر ذكرى إعلان الجمهورية، وبهذا الصدد فقد أعدت الزميلة حليمة السعد يعقوب الورقة التالية. بهدف تسليط الضوء للأشخاص الذين عاشوا لحظات إعلان جمهورية تشاد في 28 نوفمبر عام 1958، مؤكدين في حديثهم بأن قبيل الإعلان الرسمي لجمهورية تشاد أجريت انتخابات لإنشاء مجلس حكومي في تشاد، فاز فيها حزب التقدم التشادي وأصبح أنغرتا تمبلباي على رأس المجلس، حتى جاء إعلان جمهورية تشاد في 28 نوفمبر عام 1958. وبعد الإعلان الرسمي تم تشكيل حكومات انتقالية، أولها كانت حكومة غابرييل ليزيت من 5 ديسمبر عام 1958 إلى يناير من نفس العام، وتلتها مباشرة حكومة ساهولبا وحكومة أحمد غلام الله، والتي لم تستمر كثيرا إلى أن جاءت حكومة أنغرتا تمبلباي في 26 مارس عام 1959. زمان ده كاميرا في ديابوزيتيف دول كان ناس كبار شاملوا وجو وصفونا في بيت مش التيرير عمان هذا بنادو ديابوزيتيف، ويوم دا أنينا دقاق مش النور تقدر تقومي من بكان تمشي حدي بكان شيء ما في. انت صخر كان سنة كم سنة كم يوم الأشياء تمشي تشفي وطا ناس جايين مالان دمس الشالة عقلي، ناس جايين من برا تعرفي نارم قاي في هيني كابيتال، وبكان واي ما تعرفوا لسه هلال برا دول ريجيو برا دول، وناس بوجي لك بجواد دول بوجي لك بجمل دول بكي كده وناس أنا جنوب كل جايين. يعتبر الهدف الأساسي لسياسة المستعمر تزويد المستعمرات بالموظفين الفرنسيين وهدم كل المؤسسات الوطنية وكذلك الموروثات الثقافية من عادات وتقاليد، وكانت تنتهج سياسة القمح مع حركات التحرر الوطني. ناس أنا الجنوب ده شغل الريت فوق هم الوالدين بوجوا فشوا وصفوا فيه بكان ده ملان ليب ده من هالراي كيمات في الليل إيه اللي قاعدين ده برقصوا ده بولبو هم دول ده كله بجوادهم ده هم خلقهم ده نفر أنا السلاتين دول شن ده شغل شعلا أجلي مار واحد أنا ريت ونروح ونفوت من هنا لهن مشاكل ما في. وبما أن الاستئمار خلف وراءه آثار يصيب محو الأفارقة، كما أن الاستئمار الفرنسي كان مباشرا على الشعب التشادي واستولى القادة العسكريين والموظفين الفرنسيين على السلطة الإدارية والعسكرية للمستعمرات في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية من أجل فرض لغتهم وثقافاتهم ونظمهم السياسية على الأفارقة. بعد عامين فقط من إعلان الجمهورية وجدت البلاد استغلالها من قبل الاستعمار الفرنسي البغيض، الأمر الذي اتفق فيه التشاديون على نشيد وطني موحد يجسد الدولة التشادية الحديثة. عبد الله هارون بوما. النشيد الوطني التشادي هو رمز الوطن، حيث يقوم بدور كبير في تشجيع ورفع الروح المعنوية لأفراد الشعب. ولأهمية النشيد الوطني داخل المؤسسات التعليمية، ينشد في المدارس مع بداية الأسبوع أثناء حصة الطابور الصباحي. أما في المناسبات الوطنية والرياضية، فإن عزف النشيد الوطني يعبر عن الإحساس بالهوية الوطنية وتلبية نداءات الوطن. المدير العام للمعهد العالي لإعداد المعلمين يوضح ذلك. داني النشيد عشان يشجع الناس، وهو الإمن ناسيونال، يعني النشيد يعني للدولة، يعني بوصف بكون شعور الدولة والهدف الدولة، وبعد من الأشياء يعني زي ما يقول الإمن الناسيونال تشاد بيبل تشادين ديبو الوراش، أي يعني هاي الشعب التشادي قوم للأمل. فيما قال رئيس قسم التاريخ بالمعهد إن النشيد الوطني
يحث جميع أفراد المجتمع على العمل وذلك تحقيقا للتنمية والتقدم. شعب التشاد ومن العمل بيدعو إلى العمل، بيدعو إلى النشاط، معناتها بيدعو كل التشادين إلى مزاورة النشاطات الاجتماعية. المزارع يذهب إلى زراعته، والتاجر يمشي إلى تجارته، والطلاب يذهبوا إلى مدارسهم، وكل نشاط الذي كان يمارسه التشادين يدعوهم إلى هذا النشاط. فالمستقبل لك، لأن المستقبل بهذا النشاط. بدون هذا العمل لا يمكن لأي إنسان أن يتقدم، ولا يمكن لأي شعوب أن تتقدم، إلا بالعمل تتحرر الشعوب. كما أن لحظة تحية العلم تعد مهمة يعيش حتى الأميزي والأساتذة في المؤسسات التعليمية، خاصة مع بداية الأسبوع. كما أن الإجاز شعار يميزها عن باقي دول العالم، وهو وحدة عمل تقدم. فما أهمية هذه الكلمات الثلاث للإنسان التشادي؟ الزميل آدم حنفي يجيب على هذا السؤال من خلال الورقة التالية. جمهورية تشاد، وبعد إعلان جمهوريتها أصبحت دولة ذات سيادة، وأصبحت تحمل شعارا خاصا لها، وذلك في مطلع عام 1970. وهذا هو الشعار الرمزي لها، والذي تتم به عملية التوثيق في كل أعمال الدولة. كما تستمد دولة تشاد شعارها مكتوبا حرفيا من عبارة وحدة عمل تقدم. تشاد دولة ذات سيادة خاصة تعتمد على شرعيتها وفقا لمراعاة هذه الشعارات التي تجسد روح الوطنية في قلوب كل المواطنين. وفوق هذا كله تعرف تشاد بعلمها هذا الذي يحمل مكانة الدولة بألوانه الثلاث، الأزرق والأصفر والأحمر. وفيما يتعلق بالمزيد حول معرفة وأهمية الرموز المعتمدة لدولة تشاد، فقد تحدث السيد موتى أبكر توا المنسق العام للخلية التشريعية للأمانة العامة وأضاف: معناها يعني نورمالمون ارموري فوق سو رتيت كاشي في كاشي دو مي هاسا اون ريمارك ك يا ان بي دي ديزورت شو المهم انا دوله دا بوس على ما انا دوله ما ممكن كان عشان نادم اخر باستعمال ما في شركه ولا اونجي ولا دا ممنوع. كما عبر بعض المواطنين عن انطباعاتهم حول أهمية هذه الشعارات الوطنية، ويهنئ بعضهم البعض بمرور قرابة نصف قرن من اعتماد هذه الشعارات الوطنية.